لكن على كل حال الأحسن إذا كان الإنسان يخاف أن تصيب عينه أحدا لإعجابه به أن يقول تبارك الله عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أصاب أخاه بعين: هل لا بركت عليه؟ أما ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهذه يقولها من أعجبه ملكه، كما قال صاحب الجنة لصاحبه قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الأثر: من رأى ما يعجبه في ماله فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يصبه في ماله أذى، أو كلمة نحوها. نعم.